وحقيقة نعتقد تماما أنها ستدعم المركز المالي وبقوة. هذه القفزة النوعية في رأس مال البنك للمرة الثانية، قبل 5 سنوات كان رأس المال 6 مليار وارتفع من خلال الرايت إيشوز إلى 15 مليار. هذه قفزة أخرى كبيرة جدا في تاريخ البنك بل وفي تاريخ السوق ككل في السعودية، بحيث أصبح من حيث النوع من حيث الكم فيه أكبر رأس مال في السوق المصرفي السعودي ب 30 مليار. سيساعد البنك الحقيقة على دعم التوسع في نشاطاته، نعم، والسير بثبات إلى دعم مركزه المالي مستقبلا. طيب سيد عبد العزيز، أنتم سابقا قمتم بزيادة رأس المال بحدود 9 مليارات سابقا، كانت عم تمثل 150% تقريبا من رأس المال، وزيادة 150% في رأس المال، كان في نمو بمحفظة القروض بحدود 130 مليار. مع هذه الزيادة الجديدة 100%، ما هي توقعاتكم لمحفظة النمو في الإقراض ستكون؟ صحيح، هو عندما طبعا زيد رأس المال إلى 15 مليار تمكن البنك من مضاعفة محفظة القروض لديه إلى 130 مليار مثل ما تفضلت في نهاية عام 2013. نتوقع البنك يستمر في تنمية محفظة القروض وأدائه عموما إلى مستويات أفضل من هذا بكثير إن شاء الله. ما في توقعات عن النسبة التي يمكن أن تقفز بها يعني عملية الإقراض؟ لا، حقيقة هي طبعا حنا نمضي في إدارة المركز المالي للبنك ضمن خطة استراتيجية محددة تراجع سنويا وتوضع خطة تشغيلية لكل عام، ونتوقع أن عام 2014 سيكون إن شاء الله نمو على نفس المنوال اللي تم في عام 2013 وتستمر الرحلة إلى أكثر وأكثر إن شاء الله. طيب بديسمبر الماضي سيد عبد العزيز كنتم حصلتم أيضا على رخصة مزاولة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، يعني إلى أي مدى سيكون أيضا عملية زيادة رأس المال مساعدة لمشاريعكم في هذا المجال؟ ستكون الحقيقة داعم رئيسي لمحفظة الإقراض فيما يتعلق بالتمويل العقاري وكذلك المنتجات الأخرى في ضمن محفظة الإقراض. وكما ذكرت كان بنك الرياض أول بنك يحصل على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيستمر في تنمية منتجاته المتعلقة بالتمويل العقاري والمنتجات الإقراض الأخرى.